فرصة الكويت، قصة نجاح. المركز، العراقة في عالم الاستثمار. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت، وتشاهدون في حلقة هذا الأسبوع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2025، وعمومية شركة الخطوط الجوية الكويتية تكشف عن أرقام أداء استثنائية وتقلل الخسائر وتنشد نقطة التعادل بنهاية 2024. والفرضة أكبر سوق للخضروات والفاكهة، يجمع مناطق مختلفة من العالم تحت سقف واحد. هذه الموضوعات وغيرها في عين على الكويت. أهلا بكم. 3.5 مليون برميل من النفط الخام هو سقف الإنتاج المستهدف يوميا وفق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية. الاستراتيجية تتحدث أيضا عن زيادة كبيرة في الطاقة التكريرية من النفط وعن قفزة في إنتاج الغاز الحر غير المصاحب. قد يكون الوصول بالطاقة الإنتاجية من النفط الخام إلى سقف 3.5 مليون برميل في اليوم هو العنوان الأبرز لاستراتيجية الكويت النفطية التي تتبناها مؤسسة البترول الكويتية، والتي ستمتد حتى العام 2025، لكن تحت هذا العنوان ميزانية ملياريه وخارطة معقدة من مشروعات تتضمن حفر مئات الآبار والبحث عن مكامن جديدة وإنشاء المجمعات وتطوير المصافي. احنا استراتيجيتنا كشركة نفط الكويت ان نوصل الى 3.65، ونفط الخليج 3.50 اللي هو 4 مليون ان شاء الله في سنة 2035، وراح تكون سستين او خلينا نقول ديمومة في الانتاج الى غاية 2040 باذن الله. فنتكلم على مشاريع كبيرة راح تكون معظم هذه خلينا نقول الميزانية راح يكون في حفر الآبار، وراح يكون في معالجة الآبار، وراح يكون في يسمونه الويل سيرفيسز للآبار. وبموازاة إنتاج النفط الخام، تستهدف الاستراتيجية زيادة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب إلى ما يعادل 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا، بهدف توفير الاحتياجات المحلية وتقليل كلفة الاستيراد من الخارج، وتتشارك في تحقيق الهدف المكامن الجوراسية التي اكتشفت قبل سنوات، وإنتاج حقل الذرة وغاز منطقة الخفجي المشتركة. تبين من مما شفنا في الوقت الأشهر السابقة أن أهمية الغاز كلقيم وكمولد للكهرباء والتدفئة حول العالم. فنشوف الآن أهميته في أوروبا، حيث زادت الأسعار أكثر من 10 أضعاف، وإحنا في دولة الكويت نعمل على زيادة إنتاجنا للغاز لنواكب الطلب المتزايد على الغاز، ومن ثم إتاحة فرص استثمارية جديدة للبتروكيماويات. وثمة عنوان آخر بارز وهدف تسعى الصناعة النفطية في الكويت إلى الوصول إليه، هو زيادة الطاقة التكريرية للنفط إلى 1.6 مليون برميل في اليوم. وفي هذا الإطار دخلت مصفات الزور على خط التشغيل التجاري مؤخرا، وبطاقة قصوى ستزيد على 600,000 برميل يوميا، وذلك لإنتاج وقود منخفض المحتوى الكبريتي ومطلوب محليا وعالميا. مصفات الزور هي أحد المشاريع التنموية في دولة الكويت، لها بعد استراتيجي، لها بعد بيئي، لها بعد اقتصادي، ولله الحمد نحن متفائلين تفاؤلا كبيرا في أن كل هذه الأهداف إن شاء الله بدأت تتحقق. بدأنا في التفاؤل في تشغيل هذه المصفات، والآن بدأنا تدريجيا وسنصعد ب طاقتها في أقصى طاقتها التكريرية. وفي هذه الأثناء، ولدعم الوصول إلى أهداف الاستراتيجية، تستمر ورشة ضخمة لزيادة كفاءة الآبار العاملة ورفع جودتها وتقليل كلفتها، وقد تطلب ذلك إدخال تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الأخرى وتقنيات أخرى حديثة إلى قلب الصناعة النفطية. نحتاج نوجد شغلة تساعدنا
في الوصول للأهداف المطلوبة. ولذلك احنا نقول اليوم بيج داتا، الارتفيشال انتليجنت، الانترنت اوف ثينجز، هذه كلها تولز ساعدنا في شنو؟ ان يكون قرارنا افضل. وفي مجال البتروكيماويات تسعى المؤسسة من خلال شركاتها التابعة الى تنفيذ مجمع الألوفينات الثالث والعطريات الثاني والذي يتكامل مع مصفات الزور، وكذلك تنفيذ مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفات الدقم في سلطنة عمان. وما زلنا مع أخبار النفط، حيث قال محمد عبد الرحمن المشعل رئيس مجلس إدارة شركة برقان لحفر الآبار إن الشركة تتطلع إلى المشاركة في تنفيذ العديد من مشروعات حفر الآبار وصيانتها خاصة في المنطقة المقسومة في الفترة المقبلة. كان إداءها ممتاز جدا، وكان هناك تجديد عقود كثيرة من العاملة فيها خاصة مع شركة نفط الكويت، وكانت الأرباح ممتازة جدا الحمد لله. وسوف نقوم في تطوير هذه الأرباح في تمديد العقود الحالية. نعم. على ضوء توجهات الدولة في تعزيز الإنتاج النفطي، ما الدور الذي يمكن لشركة برقان لحفر الآبار أن تلعب؟ من خلال زيادة أسعار النفط مرتبطة في عملية زيادة حفر الآبار بدولة الكويت، سوف يكون هناك مناقصة كبيرة تتعدى حوالي 150 مليون دينار لعدة شركات نفط، ومن ضمنها شركتنا راح يكون فيها النصيب الأكبر إن شاء الله. طيب ما هي المشاريع القائمة؟ لو تضعنا في صورة المشاريع القائمة التي تنفذها الشركة. مشاريع القائمة الآن حوالي 23 منصة حفر رياق تتعدى قيمتها السوقية فوق 120 مليون دينار، وهي مشاريع مستقبلية من هنا إلى 3 سنوات حوالي. نعم. طيب أستاذي، لو نتحدث عن تطلعاتكم للسنة المقبلة، هل هناك مشروعات تنوون الدخول فيها مثلا؟ هناك مشاريع كثيرة خاصة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية للوفرة وكذلك بالخفجي، فتم إنشاء فرع للشركة في الخفجي الآن، وهي تقوم بمزاولة أعمالها كوننا راح ندخل في منافسة معها في منافسة الشركات الحفر هناك وهنا إن شاء الله. ضعنا في إطار الأنشطة والأعمال التي تقوم بها الشركة إلى جانب حفر الآبار. هناك حفر الآبار، وهناك الصيانة، وهناك حفر الآبار المياه، فيها مناقصات تطرحها وزارات أخرى مثل وزارة الكهرباء، فدائما إحنا نكون يعني مصنفين فيها، ولكن أكثر أغلب عملنا في حفر الآبار في شركة نفط الكويت والشركات الأخرى اللي هي شركة نفط الخليج وشركة تكساكو السعودية. هل هناك مشاريع الشركة تتطلع إلى القيام بها في السنة الجديدة؟ إن شاء الله في مناقصة كبيرة دائما تنزل كل 3 سنوات، في واحدة نزلت قبل سنة وحزنا على عدة أرياق فيها الحمد لله، والآن في مناقصة كبيرة راح تنزل خلال الشهر سبتمبر اللي هو الشهر القادم إن شاء الله، وسوف تكون حصة الشركة فيها نصيب الأسد إن شاء الله. وإلى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث أعلن البنك الأهلي الكويتي عن آلية وعن مواعيد الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك المقررة والمحددة ب 100 مليون دينار. الاكتتاب الذي أعلن البنك الأهلي الكويتي عن آلياته وتفاصيله سيكون متاحا للمساهمين المسجلين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 من أغسطس من العام الحالي، ويستمر الاكتتاب 15 يوما، وسيطرح الأهلي خلاله 500 مليون سهم بقيمة تبلغ 100 مليون دينار، وبسعر اكتتاب يبلغ 200 فلس للسهم الواحد، تقسم بين 100 فلس هي القيمة الإسمية للسهم و100 فلس أخرى علاوة إصدار. وتأتي زيادة رأس المال بهدف تعزيز قاعدة البنك الرأسمالية، وكان الرئيس التنفيذي للبنك قد قال في وقت سابق إن الزيادة سوف توظف في مشروعات دعم التوسعات المقبلة. طبعا على الشق الثاني ستستعمل لتوسع البنك وعملياته بالنسبة سواء في الكويت أو جمهورية مصر أو في دولة الإمارات. بالنسبة حق زيادة رأس المال، حنا أخذنا الموافقات الرسمية اللي نحتاج لها، أعتقد في خلال شهر سبتمبر راح نكمل باقي الإجراءات زيادة رأس المال. We'll be right back.
بعد الفاصل، عمومية شركة الخطوط الجوية الكويتية تتحدث عن النجاحات وترد على الانتقادات، وسوق الفرضة أكبر منصة كويتية خليجية لبيع الخضر والفاكهة. ابقوا معنا. بورصة الكويت، قصة نجاح. المركز، العراقة في عالم الاستثمار. بيت التمويل الكويتي. بورصة الكويت، قصة نجاح. المركز، العراقة في عالم الاستثمار. بيت التمويل الكويتي. عقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية جمعية عمومية لإقرار البيانات المالية عن السنة الماضية. الكابتن علي محمد الدخان رئيس مجلس الإدارة قال إن الشركة نجحت في تحقيق أرقام استثنائية في الأداء وفي تقليص الخسائر رغم تحديات مختلفة واجهتها في السنوات الماضية. المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر من 2022 طرح فيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ما بدا ككتاب أبيض استعرض فيه الإنجازات التي حققتها الشركة خلال فترة تفويض المجلس والتي بدأت في أغسطس من عام 2020 وتنتهي في الشهر الحالي. الركاب نمو من 1,766,000 إلى 2,542,000، يعني بزيادة 44%. نسبتنا تتراوح بين 29 إلى 30% من السوق المحلي. ساعات الطيران ارتفعت من 46,337 إلى 71,861 بزيادة 55%. الرحلات زادت من 13,318 إلى 17,789 بزيادة 34%. وكان واضحا حرص مسؤولي الكويتية على إبراز التحول الكبير الذي طرأ على أداء الطائر الأزرق على صعيد إعادة الهيكلة أو نمو أرقام الركاب أو زيادة الوجهات أو حتى تقليص الخسائر التي هبطت من 107 ملايين دينار إلى 55 مليون دينار بنهاية العام الماضي. هذه يمكن أحد أول السنين اللي عندنا ما يسمى positive cash flow بالنسبة للكويتية، وهذا جزء من ان احنا تحصيلنا وخلنا من يمكن مديونياتنا في هذه الفتره، قلنا مديونيات على الشركه بما يفوق 50%. فانت اليوم عندك كاش لجهات اخرى، او لو او اولوياتنا ان نحصل هذه المديونيات ولا نروح ناخذ عليها قروض وتكلفنا تكلفة زايدة. وكانت الكويتية قد تعرضت لانتقادات من جانب نواب بمجلس الأمة ودعوات إلى إقالة مسؤولين فيها على خلفية مزاعم بوجود مشاكل إدارية وفساد مالي والتباطؤ في تعيين كويتيين حديثي التخرج مقابل تولية وافدين مناصب مهمة وبعقود كبيرة. يعني أنا ما أعرف شنو رئيس التنفيذ اللي ناقصه من استشارات حتى يعين مستشار وافد براتب شهري يبلغ 6,500 دينار كويتي، وبالمقابل أبنائنا وبناتنا سواء اللي مقدمين على الديوان الخدمة المدنية أو على الإعلان اللي طرحته الخطوط الجوية الكويتية لهم أكثر من سنوات ناطرين. هو يعتبر مساعد الرئيس التنفيذي التجاري، وهو عماد خطة الكويتية التجاري، رجل قلب الشركة الشرق الأوسط اللبنانية من الخسارة إلى الربح، رجل دكتور في الجامعة الأمريكية، مهندس، دكتوراه مهندس. فخلنا نكون واضحين، كويتية تعطي الفرصة للكفاءات الكويتية، والحمد لله في 2022 نجحنا في توظيف 212 كويتي وكويتية
في هذه الشركة وجميع المجالات في بناء على انجازاتنا في الشركة. وبعد الإشارة إلى أن الشركة تطمح إلى الوصول إلى نقطة تعادل بنهاية العام المقبل أو الترقي إلى قائمة أفضل 20 شركة طيران في العالم، أكد المسؤولان أن النجاحات الأخيرة لم تكن دون تحديات، بعضها قائم حتى الآن، وأن الشركة لا تحظى بدعم أو بمعاملة تفضيلية على غرار ما تتمتع به ناقلات وطنية مماثلة في الجوار القريب. البنزين الفيول الطائرات بي بي تشتري من الكويت وتبيعه في دبي، تخيل أرخص من لما اشتري من الكويت. الحين احنا ما مثل ما قلت احنا نبي معاملة العميل الأول، والشهادة لله الإخوان في الكافكوس وافقونا على ذلك، على هذا المبدأ، انه انت لك نسبة. انما كافكو تطلب الدعم لهذا الخصم المنطقي جدا من الدولة. الشركات مثلا في أمريكا تختار المطار بناء على كمية المساعدات اللي تحصل عليها في ذاك المطار، سواء هناجر سواء سعر الوقود، وهل مجرة احنا لا، احنا محاصرين مع الأسف. واستعرض الرئيس حالات التأخير التي عانت منها مؤخرا بعض الرحلات الكويتية، قائلا إن نسبة التأخير في الرحلات هي في حدود المسموح ومن بين الأقل عالميا، وأن الشركة عرضت تعويضا كاملا لأي راكب عبر عن الرغبة في عدم السفر نتيجة للتأخير. ونختتم حلقة هذا الأسبوع بتقرير عن سوق الفردة الذي يعتبر أكبر سوق للخضروات والفاكهة في الكويت وفي منطقة الخليج ككل. أهلا بكم في الفردة. الفردة هو اسم الميناء الذي كان يستقبل سفن السلع والبضائع في الكويت قديما، وحاليا انتقل الاسم إلى أكبر أسواق الخضر والفاكهة في الكويت وفي المنطقة وأكثرها تنوعا وازدحاما، وما أن تدلف إلى السوق حتى تقتحمك ضخامة المساحة ويصم أذنيك ضجيج الحركة ويستحوذ على حواسك ثراء المكان. يتمتع سوق الفردة بالكثير من المقاييس الاستثنائية، فهو شيد على مساحة 300 ألف متر مربع، وصمم المبنى الرئيسي على شكل نصف دائري ليوفر سهولة في الانتقال والتجول، وللسوق 17 مدخلا يفضي جميعها إلى بعض، ويتسع المبنى لعشرين ممر وفي كل ممر 30 بسطة للبيع. حجي هذه مركز هنا، هذه يقول شبرة صليبيخات زيل ولا لا؟ صليبية، شبرة صليبية. اليوم الشبرة هي حتما أرخص من برا. هوني أنت عم تشتري من السوق المركزي للخضار والفواكه تبع دولة الكويت كلها، يعني هذا السوق بيوزع على دولة الكويت كلياتها، فالجمعيات بتجي لهون، المطاعم بتجي لهون، الأسواق الموازية بتجي لهون، كله بده يصب هون ياخد من هون. الشبرة بالذات أنا كلها أشتري مني، يعني نقول للشبرة فنشتري أغراضنا كلها مني، لأن هني متنوعة وأكثر من مكان، يعني تشوف أكثر من بضاعة. والتنوع هو العنوان الاستثنائي الآخر لسوق الفردة، فما أن تدلف إلى السوق حتى تشعر أنك تدخل حديقة غناء، فيها من الفاكهة من كل الأنواع والألوان، وفيها من الخضر الطازج ذو الرائحة الذكية، فها هنا تجلب وتباع خضر وفاكهة جاءت من شتى بلاد العالم وجاء معها بائعوها. ما في دولة بالعالم إلا شركتي جابت منها، إما بالطيارة أو بالبر أو بالبحر، فمن مختلف دول العالم منجيب هون. احنا نجيب هم من إيران وهم من أردن وهم من دبي وهم من عمان وكل شيء من مصر وكل شيء نجيب. احنا منتجات مصرية طيارة، شركة الهيبة ده من 40 سنة في السوق، في سوق الخليج وفي أوروبا، والحمد لله يعني بضاعة درجة أولى بتيجي بضاعة طيارة. مش 750 نكتلين 750 وفراولة في اللينة لدينار برتقال دينار 750 توبة لبنان دينار ونص. ولعل الفردة هو السوق الوحيد الذي يسمح ببيع منتجاته بنظام التجزئة إلى جانب بيع الجملة، وهو ما زاد من نسبة الإقبال على السوق سواء من الأفراد والأسر أو التجار أو مسؤولي المشتريات في المطاعم والفنادق والمستشفيات. من كل أطياف المجتمع،
كان تجار وأفراد وجمعيات وبقالات ومطاعم من كل شيء. والسوق يستقبل الخضر والمزروعات الكويتية القادمة من المزارع رأساً، وهو أيضاً مزود بصالات لاستقبال السلع الواردة من خارج الكويت عن طريق البر والبحر والجو، وهو ما يجعل منتجاته دائماً طازجة وحديثة الوصول وبأسعار تفضيلية. وطازج بعد هنا طازج، يعني مثل ما نقول ينزل بالليل لو ينزل الصبح يبيعونه الساعة 11-12. المنتجات كلها طازة طبعاً، ما فيها تفريد، تجي من بلدها جاهزة حق الصليبية على طول. الطماطم بالدرجة الأولى، الخيار بالدرجة الأولى، بصل، خيار، بطاطا، كوسة، ملفوف، زهرة، الاستهلاك اليومي اللي الناس بتاكل منه. في عندك مانجا فص، مانجا مبروكة، عندك مانجا عويس، مانجا زبدية، هاي يعني صراحة أفضل منتجات مصرية بتيجي لعندنا على الشبرة. زيارة سوق الفردة للخضروات والفاكهة لم تعد تقتصر على التسوق وشراء المستلزمات، فمساحة المكان وتنوع المعروض حولاه إلى ما يشبه المزار، فتحرص عائلات وزوار على زيارته والتمتع بتجربة اجتماعية وثقافية وتسويقية. ومن الفردة ننهي حلقة الأسبوع، انضموا إلينا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في عين على الكويت. بورصة الكويت، قصة نجاح. المركز، العراقة في عالم الاستثمار. بيت التمويل الكويتي.